نروح إلى آخر موضوع معانا في الفقرة قبل فقرتنا الإخبارية، قبل ما ندخل على طول إلى سوق الدواء في مصر ولماذا يشهد ارتباكا في يعني في ليه سوق الدواء فيه ارتباك. في عندنا نداء أو صرخة جات لنا الحقيقة من مجموعة من أهالينا في البحيرة. فين في البحيرة؟ قرية، هقول قرية أشراق في محافظة البحيرة. طيب إيه المشكلة بقى عند الناس دي؟ هقول لحضراتكم حالا. في مواطنين هناك، ده اللي احنا فهمناه وهنشوف تقرير وبعدين نرجع ناخد اتصالات هاتفيه مهمه. في مواطنين هناك استصلحوا، اخذوا اراضي واستصلحوها. استصلحوا الاراضي الزراعيه وحولوها من ارض صحراء، ارض جرداء، الى ارض منتجه. المفروض مقابل ان هم يدفعوا ايجار حق انتفاع بيدفع الى الاستصلاح الزراعي. طيب جت اداره الاوقاف طالبتهم بان هم يدفعوا ايجار الارض لصالحها. ليه يا وزاره الاوقاف او ليه اداره الاوقاف بتطلبي ده؟ بنطلب ده لانه او يعني زي ما قالوا ان الاوقاف كانت اشترت الارض من الاستصلاح الزراعي. طيب الاهالي ماشي، قالوا تمام، احنا ما كناش نعرف ان الاوقاف اشترت المنطقه دي او الارض دي من الاستصلاح الزراعي. حاضر، يبقى احنا كده هنوجه اللي بندفعه الايجار للاوقاف زي ما قالوا لنا. قاموا لقوا بعد كده ايه بقى؟ قاموا لقوا بعد كده ان الجهتين طالبين منهم ايجار. الاستصلاح الزراعي بيقول لهم انا عايز ايجار، والاوقاف بتقول لهم انا عايزه ايجار. طبعا شكاوى متقدمه من الجهتين، يعني دول شاكينهم ودول شاكينهم، مع ان الفلاحين ما فيش اي امتناع من الفلاحين الحقيقي عن الدفع. الفلاحين هيحكوا بالظبط دلوقتي في اللي نزلنا صورنا معاهم في هذا التقرير ايه المشكله وبدات ازاي، لكن هي الحقيقه الغريبه وده يمكن بس اللي بنطلع بيه من ده لغايه ما نشوف يعني ان شاء الله مشكلتهم تتحل، ان انت طول الوقت عندك احساس بعدم التنسيق ما بين الجهات الحكوميه المختلفه. هي دي مشكله. يعني ايه النهارده انا بستصلح ارض وبقالي سنين فيها وحولتها من صحراء الى ارض زراعيه، تغيرت جهه الملكيه لهذه الارض، فالمفروض ان انا ادفع لجهه معينه الاقي انه الجهه القديمه طالبه مني ايجار والجهه الجديده طالبه مني ايجار. تعالوا نسمع مع بعض ما قاله بعض الفلاحين في هذا التقرير. تضارب بين إدارة الإصلاح الزراعي وإدارة الأوقاف يهدد حياة آلاف الفلاحين بالسجن والغرامة. احنا خدنا الأرض ديت وما فيهاش الفدان، ما فيش إجراءات، واحد يزرع أرض بايرة، واستصلحنا الأرض وفلحناه، وجينا في الأول قالوا لنا الأرض إصلاح أو أوجاف، ما احناش عارفين بره نفسه عليه لا إصلاح ولا أوجاف، وبنتبددوا في المحكمة يعني ندفعوا ينخشوا السجن. طب ادونا كمول الأرض عشان نزرعوها، لا الاصلاح بيدينا كماوي ولا اوجاف بيدينا كماوي، يبقى احنا عايزين نبرر نفسه عليه اصلاح اوجاف نبرر نفسه عليه. انا واحد من الناس، والدي لما اتحبس طلعت اجري واستلفت فلوس من الناس وسحبت كارد على شغلي عشان اطلع والدي من السجن، وما زال والدي في السجن. ان في مشاكل ونزاع كبير بين هيئه الاوقاف المصريه، هيئه الاوقاف وهيئه الاصلاح الزراعي، عرفونا الارض تبع مين واحنا نروح ندفع، مش ممتنعين. المايه دي ميه مجاري، بقى لنا دلوقتي 20 سنه ما شفناش الماء النظيف، والاصلاح بيشتكينا والاوجاف بتشتكينا، ومحتارين نروحوا فين. لا احنا عارفين نفله ولا عارفين اراضينا تجيب انتاء، ومحتارين نروحوا فين، وموقوف الكيماوي من الجمعيه الزراعيه، نعملوا ايه احنا؟ الاصلاح الزراعي لما سددنا فيه ورحنا نجيبه كماوي قالوا الجمعيه اللي بتدفعوا فيها تطهيق بتاع المصاري روحوا خدوا منها كماوي. الجمعيه بتاعت الاوجاف اللي احنا اساسا بنتعاملوا فيها من زمان قالت لا، ده احنا جايين اشاره من الاوقاف، اللي يسدد عن ديني ندوله. طب بالله عليكي، بالله على رئيس الوزراء نروحوا فين؟ الاصلاح بددني ودخلت السجن الشهر اللي فات ده، اهو انحكم عليا بشهر سجن، ودفعت 20,300 جنيه للاصلاح الزراعي، وجاي ما اداناش كيماوي، وهيئه الاوقاف بتشتكيني حاليا وهي العين واحده، الاصلاح والاوقاف بيشتكوني على عين واحده، مانيش عارف ارسي على مين، وحقينا ضايع. احنا الميه الشرب، ميه الري اللي عندنا دي بقى لنا 20 سنه
بنتعانوا منها، ما شفناش الميه الحلوه بنشربه وبنرو ميه مجاري. المشكله هنا بتتلخص في ايه؟ ان الارض دي كانت مع الاوجاه اداها للاصلاح، والاصلاح اداها للاوجاه يديرها ودارها. وبعدين هنا دلوقتي الاصلاح الزراعي قال ده ارضي وعاوز ياخد الارض، الاوجاب قال لا ده بتاعتي وخليها معايا محدش واخدتي. هنا حصل مشاده بين الوزارتين. هنا المستاجر هو ضحيه الهيصه دي كلها. المستاجر ماله؟ الاصلاح الزراعي بيعمل له محضر ويقول له هات اللي عليك ايجار، والاوجاب بيعمل له محضر ويقول له اديني الايجار. طيب هنروحوا لمين؟ مش عارفين. الاف الجنيهات تقع على كاهل البسطاء الذين افنوا حياتهم في تحويل الاراضي الى جنه خضراء، فهل سيكون لصوتهم صدى لدى المسؤولين؟ شيماء ابو المكارم، صباح دريم. ده كان جزء سمعناه بالصوت والصورة من يعني معاناة أو مشكلة أهالينا في قرية أشراق مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة. خلونا ناخد هاتفيا دكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. يا دكتور حامد تحياتي ليك يا فندم. صباح الخير يا استاذه منى، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. دلوقتي اهالينا دول، وانا عارفه ان حضرتك عندك فكره عن الموضوع، اهالينا دول دلوقتي ببساطه شديده زي ما قالوا انه اخذوا الارض واستصلحوها وحولوها من صحراء الى ارض زراعيه، وكانوا بيدفعوا الايجار للاستصلاح الزراعي اللي هو تبع حضراتكم. جت الاوقاف قالت لهم لا ده احنا اشترينا واخذناها من الاستصلاح الزراعي فتدفعوا لنا احنا الايجار، قالوا تمام ما عندناش مشكله. فجاه بقوا من الجهتين طالبين منهم ايجار، وده مصمم وده مصمم. هنا يا فندم يعني المشكله جايه منين؟ ازاي ده يحصل اصلا؟ هو طبعا استحاله ان هم يدفعوا لجهتين في وقت واحد. صحيح. واي مزارع دافع لاي جهه من الجهات ومعاه الوصل الاحمر مش من حقه يدفع للجهه الثانيه. لكن خليني اقول لحضرتك بمنتهى الامانه، فعلا كان في مشاكل متعلقه وتداخل في الاراضي بين الاصلاح الزراعي والاوقاف. ويمكن من حوالي 3 أشهر مع الوزير مع وزير الأوقاف تم توقيع اتفاقية وتشكيل لجنة مشتركة لحل النزاعات المتعلقة أو المشاكل المتعلقة أو الأراضي المتداخلة بين ولاية الزراعة والأوقاف. أنا طبعا أنا محتاج أخذ تفاصيل هذا الموضوع. حاضر. والمكان بالضبط، وأنا أعد حضرتك إن شاء الله إن أنا أحله وودي لحضرتك النتيجه باذن الله. هذا هو دكتور حامد عبد الدايم اللي دايما الحقيقه بيدينا الوعود واللي بتكون منفذه بعد كده. انا بشكرك كل الشكر، لانه واضح ان اللجنه اللي معالي الوزير امر بتشكيلها ما عملتش حاجه، لان احنا لغايه النهارده لغايه دقائق فاتوا والتقرير ده لسه مصورينه من ايام، والاهالينا دول بيكلمونا على طول ارجوكم الموضوع كده صعب قوي، واحنا حاسين ان احنا مديونين لجهتين، يعني دول عايزين مننا فلوس ودول عايزين مننا فلوس. فأنا بشكرك يا دكتور حامد، وإحنا هنوصل حضرتك إن شاء الله بمجموعة من الأهالي دول المتحدثين عنهم، وهنتابع مع حضرتك، وأتمنى بإذن الله تتحل مشكلتهم في أسرع وقت ممكن. إن شاء الله. حاضر. منالي بشكرك يا دكتور جزيل الشكر. يبقى إن شاء الله أهالينا، أنا بطمنكم، أنا عارفة أنكم بتتفرجوا علينا دلوقتي عشان حضراتكم كنتوا بتسألونا إمتى هيتزاع التقرير، وإحنا قلنا لكم النهاردة إن شاء الله إحنا هنتابع مع دكتور حامد وزارة الزراعة بإذن الله هيتحل الموضوع. هي الموضوع واضح وبسيط، والدكتور حامد أكد عليه إن مفيش حاجة اسمها إنك تدفع الرسوم نفس الحاجة لجهتين حكوميتين، طالما معاك الوصل الأحمر فأنت بتدفع في مكان واحد بس. وبالتالي اللجنة اللي كان الوزير أمر بتشكيلها من حوالي 3 شهور تقريبا، واضح يمكن بس إن هي اتأخرت في عملها أو يمكن ما وصلتش إلى يعني نقاط أكثر دقة. إحنا الحقيقة لما نزلنا بالكاميرا رصدنا على طول إيه المشكلة، هي واضحة وصريحة يعني. فإن شاء الله بإذن الله تحل هذه المشكلة، وبإذن الله إحنا هنتابع مع حضراتكم حل هذه